ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. حمى الربيع. إذن هل سأقبلونني في فريق الكرة؟ التدريب الأول غدا وأنا لست جاهزا. من يهتم؟ يقول الكتاب إن سكان الجرار يمرون بتغيرات أول الربيع. إنه اليوم، أنا متشوقة لرؤيتها. حقا؟ لن أوقع لك عندما أصبح قائد الفريق. واو، هذا تغير. انظري إليهما، أحمقان. الربيع لا يغير أوبل مطلقاً. هذا لأن أوبل متميزة. لذا صمتا لأشاهد التلفاز. أحمقان. الآن ما الذي سنفعله بشأنكما؟ احترس، أفسح الطريق. آسف، أستعد لتدريب فريق الكرة. انظر إلى الخط، هل تريد نصيحتي؟ العب الشطرنج. مستحيل، سأكون أهم لاعب. أنت معاقب بالحجز. لكن تدريب فريق الكرة غدا، ويجب أن أتدرب. سيحل الظلام بعد أن أخرج من الحجز. كيف سأرى الكرة في الظلام؟ يا لل، رائع. حللنا هذه المشكلة. جائع، كيف حالك؟ أحتاج للا أن أكثر. من حل مشكلة التدريب في الظلام؟ إنه أنا. هيا امسح هذا اللعاب. تطلبين مني مسح اللعاب؟ إلا إذا أردته أن يغمر المكان هنا. نعم، هذه التغيرات الربيعية التي تحمست بشأنها؟ لا كلام، امسح فقط. أحمقان. أوقف الضجيج. أشعر بالوحدة. أشعر بالسعادة. الربيع لا يؤثر على أوبل. أوبل غاضبة، ستتوقف عن الكلام وتشاهد التلفاز. جيد، لقد خف الأمر، وكذلك لعب جائع. يجب أن أدون هذا في برنامج النجاة. هل اعتنيت بهما؟ آسف يا صوفي، تأخرت على الحجز. سلام يا رفاق. حسناً، ابقيا هنا يا رفاق. في حال ما استمر الأمر سأعود إليكما. جائع يشعر بالملل. الآن يا تشانغ، تذكر، ما أن يلتقط متعقب الجرار رائحة سكان الجرار المزعجين سيعمل آلياً. انتهى. سيعمل آلياً، انتهى. جيد، سيتولى التشغيل الذكاء الافتراضي ولن يتوقف إلى أن يمسك الكائنات في قبضته. انتهى. الجو حار هنا يا سيدي، انتهى. ماذا؟ لا أسمعك. انتهى. أعرف ما الذي تفعله، انتهى. جائع يشعر بالملل. قلت هذا بالفعل. لنلعب. نعم، هدف. ما هو الهدف؟ طلبت منا صوفي الجلوس. جائع يشعر بالملل. قلت هذا. جميلة جدا صغيرتي. جائع، باركا، تعال على الفور. حسنا. لا، إلى الخلف، هناك، هذا بعيد.
توقف، لا أعرف لماذا، لكن أوبل لديها رغبة قوية لجعل الكهف أجمل. يمين، يسار، لا يوجد فارق، لا أصدق هذا. أوبل تريد إنجاز مهمة تفعلها بنفسها، لا أصدق هذا. لا لا، القدم أولاً، ثم نضع. إنها جميلة جداً. أكرهها. ستأخذ أوبل صغيرتها إلى مكان جميل. الوداع. صغيرة؟ أتطلع لأن أري المدرب مهاراتي غداً، باعتباري أنه سيكون لدي طاقة غداً. تبدوان بخير، هذا مطمئن، عادت الأمور إلى طبيعتها. حسناً، ليس كل شيء. ها؟ حسناً جائع، استخدم أنفك الرائع وابحث عن كرتي، يعني أوبل. لا تنقذوها، إنها فتاة، أعرف ذلك. تبدو لذيذة. أي اسم يناسبها؟ أحب جوبل، بلوربل أو جين. لدي الكثير أقوم به. يجب أن أبحث عن برنامج نجاة ممتاز لها. أعتقد أنها موهوبة مثلي، ويجب أن أقوم بتوسيع العش. ما رأيكم؟ مناسب لفتاة؟ أوبل، أنت تتحدثين عن كل... هيا فقط جارها، سأعود. ولا تدعوني أتحدث عن الحفاضة. قطنية أم صناعية؟ أيها أخطر؟ القطنية تحتاج مجهودا، لكن ما هذا الصوت؟ باركا، هل يمكنك؟ إنه بروفيسور المبتكر ومعه آلة كبيرة. حسنا، سأتولى الأمر. ماذا تفعل؟ ابتعد. أوبل، ثق بي، أو كرتي بيضتك سنفقدها. حسناً، الأمر ليس سيئاً، لا يبدو هذا ضاراً. وجدتها، سكان جرار هنا، امسح المنطقة لآثار أخرى، انتهى. هناك كذلك بعض المهام المزعجة، أعني من يرغب في تنظيف الصغيرة. لكن سأفعل من أجلها. حسناً، وفقاً للكتاب الكبير، أوبل تظهر كل أعراض الدجاجة الحاضنة. إذن ستجلس فوق هذه البيضة إلى أن تفقس. إذن إنها كرة قدم، لن تفقس أبداً. إذن قد تموت أوبل جوعاً في انتظار أن تفقس الكرة. يجدر بك البدء بالمعلومات المهمة دائماً. انظروا، فقط اتبعوني. عثرنا على منجم سكان جرار ذهبي يا تشانغ، انتهى. أنا لست بخير، انتهى. عجيب، أنا في أفضل حال، بدء التشغيل الآلي، انتهى. تشغيل. عمل ممتاز يا تشانغ، سأتبعه في مسافة آمنة، انتهى. تشانغ، ما الأمر؟ أنا قادم إليك، انتهى. هذا ليس جيداً. بالقوة. أيها الأحمق. تعرفون؟ لا بأس، ليس عليكم البقاء، سأتولى الأمر بنفسي. لن نتركك وحدك، سنبقى مهما طال الأمر، صحيح؟ ولما سنفعل هذا؟ يجب أن نجعل أوبل غير مستريحة قدر المستطاع كي تغادر العش، هذا هو السبب. أليس هذا رائعاً؟ لا أصدق هذا، لقد اكتفيت، عليكم الرحيل الآن. يمكن لأوبل تولي الأمر، أوبل أم بالفترة. ما هذا؟ آلة نبيه المبتكر، إنه السبب للذهاب من هنا. أوبل، إذا كنت لا ترغبين في الوقوع في يد المبتكر، عليك الذهاب الآن. أبداً، أوبل ستبقى مع صغيرتها، تحميها من الخطر. حان الوقت لاتخاذ خطوة أخرى في عملية تحريك أوبل، هيا بنا. بعد ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة. صغيرتي. سأتولى الأمر، أنا سوف. لذيذة. لا. صغيرتي.
صغيرتي صغيرتي كرة قدم. أشعر بارتياح. الأمومة تضحية وبلا مقابل وتعكر مزاج أمي. علينا الذهاب. انسحاب انسحاب انتهى النشاط. ورغم أن التغيرات التي تحدث لسكان الجرار كبيرة لكنها لا تستمر طويلا، لكن من الأفضل أن نتخذ حذرنا ونخبئ ما يشبه البيض أثناء الربيع.